مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم عليكم بالعافيه، ومعي شيف محمد زي ما تعودتوا الحلقات اللي فاتت. كيفك اليوم؟ تمام، شو اخبارك؟ كيف الصيام معك؟ تمام، مبين علينا مايك. الحمد لله، ان شاء الله يكون صيام مقبول للجميع باذن الله. اليوم عم نعمل شيء هيك خفيف بينفع يكون سحور جيد، لانه هو غني بالسعرات الحراريه، لانه الطبق اللي حعمله اليوم فيه 392 سعره حراريه محمد، يعني عالي. فيه 15 جرام من الدهون، 14 جرام من البروتين، وفي 52 جرام من الكربوهيدرات، يعني في جميع العناصر الغذائيه. هو شو؟ سلطه الباستا مع البروكولي والفليفله. طبعا الفكره انه احنا دائما بنحتار شو بدنا ناخذ على السحور او شو بدنا ناخذ على عشاء يكون عشاء خفيف اذا مش رمضان، ودائما بنصح انه احنا ناخذ مثل هيك سلاد غنيه بالسعرات الحراريه وبنفس الوقت غنيه بالقيمه الغذائيه. احنا عارفين الفليفله محمد مصدر من اغنى المصادر لفيتامين سي، واللي بننصح انه زي ما احنا شايفين نقطع وحتشوفوا بثواني حتتاكل، بسيطه وسهله كثير، يعني ما بتاخذ 5 دقائق تحضير. بس تكون عندك الباستا مسلوقه. احنا سلقنا الباستا. البروكلي على فكره ما بينسلق اكثر من 3 دقائق كمان، ما بياخذ وقت كثير. اوكي، اذا هلا قطعنا الفليفله. أوكي. جاهزه عنا. احنا بدنا كم فليفله؟ ما حكينا الوصفه قديش. كم حبه فليفله؟ احنا يعني بدنا 3 حبات فليفله، بدنا 3 معالق زيت زيتون، وبدنا 400 جرام معكرونه، 500 جرام من البروكولي المقطع، وبدنا عصير ليمون، واذا بتحبوا تحطوا بارميسان تشيز على حسب الرغبه، بس ديروا بالكم اذا حطيتوها حتزيد السعرات الحراريه. زي ما حكيت هذا الطبق فيه حوالي 392 سعره حراريه، وفي 52 جرام كربوهيدرات، 15 جرام دهون، و14 جرام من البروتين، يعني وجبه متكامله. اذا انا هلا خلطت الخضار اللي قطعناها مع بعض مع الباستا والبروكولي، نضيف لها شويه عصير ليمون، وبدنا نحط ايش قلنا كمان؟ شويه ملح، زيت زيتون، وشويه زيت زيتون. تمام، تخلط مع بعض. فينا طبعا الكابسيكوم، فينا نضيف عليها. لا، حطينا نحن شوي كابسيكوم، فليفله خضراء، وفي حمراء كمان عندي. وفي صفراء، فيكم تحطوا صفراء حمراء خضراء حسب الموجود. كل ما يعني لونتوا الطبق كل ما كان قيمته الغذائيه اكبر. طبعا يلا سمحتي، البروكولي زي ما انتم شايفين البروكولي دائما ما بينسلق ليصير كثير غامق، يا دوبك بشم الريحه بيكون يابس، وبنفس الوقت انت بتستفيد من القيمه الغذائيه تبعته. لما احنا بنحط عليه حامض ولما بنسلقه بنخفف الغازات اللي موجوده فيه، وبنفس الوقت هو غني بالالياف، برضه بينتمي لفصيله الزنبقيات اللي بتقاوم السرطانات، بتزيد المناعه، مضادات الاكسده فيه عاليه، بس الناس اللي عندهم نفخه ممكن ياخذوا رشه كمون عليه فبتخفف فعل الغازات فيه. انا ممكن اضيف خس ممكن. إذا حابب أضيف الألياف أكثر وأزيد منها ممكن أزيد حتى خس إذا بحب. ممكن تضيفي أي نوع من الليفز من الموجودة عندك كمان، يعني السلطة، شوفي السلطة متعارف عليها إنه أي شيء زيادة، حتى ممكن الفاصوليا، ما تكوني عاملة فاصوليا مع الباستا بتقدري أي نوع تخلطيها معه، ما في أي مشكلة. ونفس البهارات، ونفس هي الليمون والملح والزيت صارت سلطة يعني. هلا الملح متفقين من زمان وبنرجع بنكرر، بما انه عليكم بالعافيه فاحنا دائما بنقول ايش؟ الملح يكون كثير خفيف. يا جماعه هو اوريدي في صوديوم بقلب الطبق، الطبق زي ما انتم شايفينه ملون احمر من الفليفله، فليفله صفراء، حطينا فليفله خضراء، البروكولي والباستا، اذا يحتوي على الخضار، يحتوي على الكربوهيدرات، وفي نسبه عاليه ولا يغركم من البروتين، حطينا زيت زيتون، زيت الزيتون لحاله أوميجا 3 مدعم ومفيد للصحة، أيضا بنزل الكوليسترول السيء، بيرفع الكوليسترول الجيد، بالذات إن أنا عم باخده ني. فوائد الزيت الزيتون جدا رائعة للجسم، لأنه
بتغذي الجسم بزيوت اللي بيحتاجها ومش مضر للجسم. انا باخذه ني، المعلقه الواحده من زيت الزيتون الصغيره بتعطيني 45 سعره حراريه و5 جرامات دهون. كل اللي علي اني انا احسب كم عم باخذ. زي ما حكيت، اذا حبيت اني اخفف من السعرات الحراريه من الطبق، بدل ما احط 3 معالق زيت اللي احنا حطيناهم، ممكن احط معلقه زيت، وبالتالي انا بنقص زي 100 سعره حراريه، وبدل 394 انا بصير 292، يعني برضه قللت من السعرات الحراريه. ولكن كوجبه للسحور او كوجبه للعشاء، خلينا اقول خفيف، فانا بعتبر هاي السلطه وجبه متوازنه فيكم تاخذوها. وعليكم بالعافيه وصحه وهنا.